إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. الله ولي الذين آمنوا. ما أحوج الإنسان إلى ولاية الله، فالولاية تفيد القرب، والولاية تفيد العون، والولاية تفيد الدعم، والولاية تفيد الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. فلو قال الإنسان لغيره أنا وليك يطمئن، لأن هذه الكلمة تحمل تأمينا، تزرع الأمن والأمان، تزرع السكينة والطمأنينة، تريح البال، توفر أسباب الراحة. لو صدرت من إنسان إلى مثله ولله المثل الأعلى، فكيف يكون الحال إذا كانت هذه الولاية من رب الناس للمؤمنين الذين ترجموا إيمانهم إلى عمل؟ لأن الإيمان لا يمكن أن يتحقق إلا بالشروط الثلاثة: الأول تصديق بالقلب، الثاني إقرار باللسان، الثالث تطبيق بالجوارح والأركان. فإذا حقق المسلم شروط الإيمان يحظى بهذه الرعاية الربانية، بهذه الولاية. ربنا هو الذي قال في الآية 257 من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثمرتان أساسيتان وردتا في هذه الآية تضاف إلى الثمرات الأخرى التي وردت في آية أخرى. على سبيل المثال، ثمرة السكينة التي نتحراها جميعا، التي نبحث عنها جميعا، خاصة في هذا الزمان. ربنا منح هذه الثمرة للمؤمنين كما في سورة الفتح الآية الرابعة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. وهذه السكينة يحتاج إليها رسول الله، كما تعلمون
في هجرته المباركة وهو في الغار مع صاحبه، وقد وصل المشركون إلى فم الغار، وساد الخوف المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. كما يقول ابن عطاء الله السكندري: من وجد الله فماذا فقد؟ نزلت الآيات، قال ربنا جل جلاله في سورة التوبة الآية 40: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذه من ثمرات الولاية: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ربنا يقول في سورة الفتح الآية 4: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. ومن ثمرات الإيمان أيضاً الأخوة التي نترجمها في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات الآية 10. ومن ثمرات الإيمان ملازمة العمل الصالح إلى أن نموت، في سورة الكهف الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن ثمرات الإيمان الثبات، في سورة إبراهيم في الآيتين 26-27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. الله ولي الذين آمنوا. تأتي هذه الثمرة في هذه الآية 257 من سورة البقرة. ربنا يمنح ولايته للمؤمنين بكل ما تعني كلمة الولاية من معاني وما تثمره من ثمرات وما تدل عليه من دلالات: العون والقرب والصون والرعاية والحماية والمحبة وإلى غير ذلك، والدفاع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في آية أخرى: الله ولي الذين آمنوا. هذه نعمة كبرى، هذه ثمرة كبرى، كلنا في أمس الحاجة إلى ولاية الله. والثمرة الأخرى الواردة في الآية نفسها: يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما أكثر الظلمات! ظلمة الكفر، الكفر لا يزال قائما عند بعض الناس، والكافر على خطر عظيم. أفشل مخلوق في هذا الكون، في هذه الحياة، هو الذي لا يعرف ربه. وصدق الله إذ يقول في سورة فصلت الآية 53: سنريهم، هذا لمن أراد أن يرى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. النتيجة: حتى
حتى يتبين لهم أنه الحق. ربنا عز وجل يخرج المؤمنين من ظلمة الكفر، من ظلمة الإلحاد، وموجة الإلحاد في هذا الوقت كبيرة جداً، خاصة مع انتشار التكنولوجيا. الإنسان يعيش ثورة تكنولوجية كبرى جداً، ولكن للأسف نسأل الله الهداية للناس جميعاً. هناك من يستغل هذه الوسائل التكنولوجية لنشر الكفر، لنشر الإلحاد، لنشر الشبهات، لنشر الفضائح، كل ذلك من الظلمات. لذلك ربنا عز وجل وعد المؤمنين أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى نور الإيمان، إلى نور الهداية، إلى نور العلم والفهم، إلى نور الاستقامة. كل ذلك وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. وسينطق جميع المؤمنين الأتقياء يوم أن يفوزوا بالجنة بقولهم كما في سورة الزمر الآية 73 وما بعدها: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم تقبل منا الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا ارحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.